يعني ايه ده؟ كون البخت الاسود ده يعني البنت بعد ما اقتنعت يوم النور يقطع وجايز بقى لما النور يرجع تكون غيرت رايها. لا استحاله مش هتغير رايها ابدا. انا عندي خبره جامده جدا بالمسائل دي. عارف لما النور يرجع هتلاقيها ثابته على موقفها. طب نكلم الكهرباء نستعجله. هو عاده النور لما بيتقطع في المنطقه هنا بيغيب. بيجي على طول على ما نشرب فنجان قهوه يكون جه. ممكن اسال حضرتك سؤال كده ولو فيها رزاله يعني؟ قوي قوي اسال. وحضرتك عندك كام سنه؟ 37 سنه. كمل كمل سؤالك ما تتكسفش. ما تاخذنيش يعني بس الواحد مش متصور يعني انه ممكن يوصل لسن حضرتك ده ويفضل يقعد يتفرج على ثقافه يعني. ممكن جدا. ده انا موت نفسي يا عم. يبقى موت نفسك من دلوقتي احسن لك. ايه ده يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص. السن اللي من حقك تبتدي فيه حياتك وتحقق ذاتك هو سن العشرينات. انت ليه بقى مسامح في حق نفسك ومأجل التمرد والزعل من الدنيا لسن الأربعين؟ لا كلام يودي السجن يا راجل. طب خدوا خدوا اشربوا قهوة وولعوا سجاير بدل ما تولعوا في نفسكم.